بعض المسؤولين الأمنيين مرة عميد يزور بيتي ومرة نقيب ومرة غائب، فأراد أن يسكت أصواتنا ويكمم أفواهنا، وهذا ما لا يكون إن شاء الله إلا أن تخرج أرواحنا. أولا أن هذه الشعوب تطمح إلى حريات سياسية أوسع، شعوبها لديها مطالب في كثير من الدول العربية، كل منها يقول نحن غير عن الآخر.